أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر بعضهم أن الخلاف الواقع في تفسير قوله تعالى يقول أحسن الله إليكم ذكر بعضهم أن الخلاف الواقع في تفسير قوله تعالى أو لامستم النساء أنه الجماع أو أنه مجرد الملامسة، وعد ذلك من اختلاف التضاد، فهل هذا صحيح؟ اختلاف التضاد؟ لا، ما هو من اختلاف التضاد. يقول هذا كذاب، ما هو من اختلاف التضاد. الآية تحتمل أن المراد به اللمس بشهوة، ويحتمل أن المراد به الجماع، ودللتها على أن المراد به الجماع أرجح. نعم، من التضاد لا، لكن هذا ما يحسن، هذا لا يحسن الكلام. نعم.